قضية مباراة نجم بن عكنون مولودية الجزائر هي قضية في نهاية الأمر أقول بسيطة، ربما لأنني صحفي ولدي الخلفيات وتعاملت مع مثل هذه القضايا من قبل. أكيد أنه من حق نجم بن عكنون الاستقبال في الملعب الذي حدده قبل بداية الموسم، هذا من حقه، لكن هناك ما يتجاوز الرابطة وما يتجاوز الاتحادية عندما يتعلق الأمر بجوانب أمنية، يصبح الوالي هو سيد الموقف في ولايته، وبالتالي لو تم تقدير أن برمجة المباراة بملعب 1955 بالعناصر ربما فيه تداعيات على الجانب الأمني، ممكن للوالي إلغاء المباراة في ملعب 20 أوت، هذه حقيقة وهذا أمر منطقي جدا، وبالتالي يتعين على الاتحاد الجزائري أو على الرابطة التعامل مع المعطيات الجديدة وإيجاد ملعب جديد من أجل إقامة المباراة يضمن أو فيه شروط الأمن لمشجعي المولودية، مشجعي بن عكنون، وحتى عامة الناس اللي يكونوا في محيط الملعب. وعليه قرار برمجة هذا الديربي أو مباراة يعني بين بن عكنون والمولودية خارج ملعب 20 أوت يبقى من صلاحيات ولاية الجزائر التي تمنع إجراءه في ملعب 20 أوت، وعلى الاتحادية اليوم الاختيار بين ملعبين نيلسون مانديلا و5 جويلية 1962. ممكن لبن عكنون أن يطالب بحصته كاملة من عائدات المباراة، هذا حق مشروع لأنه هو الفريق الذي يستقبل وليس مولودية الجزائر، لكن تفكير في برمجة المباراة بملعب 20 أوت دون حضور الجمهور هذا أمر خاطئ، لأنه غياب الجمهور أو تغييب الجمهور هو إجراء عقابي ولا يوجد أي عقوبة على بن عكنون أو مولودية الجزائر. القول أنه نعطي حصة 10% للفريق الضيف اللي هو هنا مولودية الجزائر وإقامة المباراة في 20 أوت، هذا فيه مشكل يخفى على عديد من الناس، لأنه 10% حتى الملعب فيه نقوله مثلا 10,000 متفرج جي 1000 ولا في 20,000 جي 2000، لكن ما تضمنش ما يجوش أكثر من ذلك، ممكن يجو 2000 بالتذاكر ويجوك 20,000 بدون تذاكر. لقطع الشك باليقين وجب اليوم توفير الظروف الأمنية لإقامة المباريات، وبالتالي الأمر يتجاوز الاتحادية عندما يتعلق الأمر بجانب أمني، وعليه أن الاتحادية أو الرابطة ستبرمج المباراة بين بن عكنون والمولودية إما في 5 جويلية أو نيلسون مانديلا ببرقي.